اللي بهرب من أي شيء، وهو أكتر شيء بخفف عني الرسم. دائما عندي زاوية خاصة أنا هي ملجأي بأي شيء برسم، بخرب إيش ممكن أرسم لأي شخص مثلا أنا حابة أهديه شيء. الفن مو مجرد لوحة بيضاء، ألوان، خربشات وضربات ريش. العالم التشكيلي بيحتاج لنظرة تعمق لتفهم قصة كل فنان. وفي شابة لفت جمال الوجوه سحر الملامح الإنسانية المختلفة، فرسمت بخربشتها الطفولية لوحتها الأولى لتتمكن مع مرور الوقت من شق طريقها بلمساتها اليافعة بكل ثقة بعالم الرسم. رغد عيسى ابنة مدينة اللاذقية، طالبة بكلية هندسة العمارة، من عمر صغير تأثرت بتجربة والدها بعالم الفن، فقدرت بشغل هالمجال توسع رؤيتها وقدرتها الفنية. برسم من صغري، يعني من لما كنا ابتدائي وقعد ارسم رسمات هيك كرتون كذا، كنت ارسم وهيك شوف صور احب الالوان اللي فيها قعد خربش وارسم. بعدين هيك مرحله عن مرحله مع المدرسه مع يعني حياتي العاديه حبيت دائما اطور الشيء اللي انا بشتغل فيه. بدايه كان الوان عاديه، بعدين صرت خشبي، بعدين رصاص، هيك شوي شوي لتعلمت على النت شوي، طورت شوي من شغلي. حبيت دائما نوع معين من الرسومات اللي هي البورتري، دائما كانت تشدني هيدي اللوحات وتجذبني، رغم انه الالوان كان لها كمان حصه كبيره بهيدا المجال، بس طورت حالي بمجال البورتري. حبيت دائما رسم العيون من انا وصغيره، بحب ارسم العيون، بحب ارسم تفاصيل الوجه. بحب هيك قصص الألوان والخلط الألوان والدمج، وهلا أنا جديد حابة هذا المجال كتير، حابة الأدوات الجديدة الطالعة، في منها ورق ذهب، في الألوان هيدي بتكون هيك باهتة شوي مع ألوان الذهبي والبرونز والفضي، كمياته جمالية كتير حلوة مع التخطيط. أوقات عم دخل على رسماتي، أوقات برسم على شاسيات، أوقات هو قماش مشدود على خشب، أوقات برسم على خشب، أوقات كرتون، أوقات يعني تقريباً هدول أكتر شي بستخدمهم بلوحاتي. المواد اللي بستخدمهم أكتر شي بحب الإكريليك، زيتي لسه ما فتحت هذا المجال على حالي كتير، بس عم حاول إني أدخل عليه شوي شوي. أكتر شي بستخدمه بالبورتري هو الباستيل، طبعاً بعد بعدت شوي عن الفحم لأنه هو عن جد الباستيل عم يعطي جمالية واقعية أكتر للوحاتي. اللي دعموني أكتر شيء أهلي أكيد، كان يعني والدي بيرسم وهيك رسماته حلوة، وماما كمان كان عندها كتير رسومات وشوف كيف بخربشوا دائما، فحب هذا المجال وتلفت نظري هدول القصص يعني. فهون اكتشفت إنه أنا عندي نظرة بالرسم، وهيك فعلا صرت حاول شوف أي شيء هيك ارسمه، فانتبهت إنه على حالي. وكان بداية يعني أنا بالبيئة اللي عشت فيها إنه دائما جوي دائما إنه ألعابي وكذا كان كله عبارة عن ألوان ورسم، فهيك اتجهت بهذا المنحة ومن خلاله حبيت العمارة بصراحة، يعني هو اللي خلاني اتجه هذا الموضوع أبدا مو أي شيء تاني. هنن أكتر شيء دعموني بالإضافة لأنا شغفي اللي بحسه تجاه الرسم. شوف حالي بكل شيء بخص الرسم، بكل شيء بيعبر عن الإبداع، بكل شيء هيك أنا بحسه بخص النظر والعيون والألوان. ممكن بحب مجال تصميم الأزياء، بحب أني أدخل فيه، يعني هو هيك شيء ممكن أنت تتخيلي وترسميه، شيء ممكن تحسي هيك حلو، يعني كأنسة يعني بتفكري بالفساتين بشيء بيعبر عن جمال أكثر. اللوحة وسيلة اتصال بتجسد الواقع وبتنقل الجمال، وهذا يلي شفناه بلمسات رغد عيسى الأنثوية بلوحاتها بمختلف التقنيات.